هاش يا رجل محمد على اساس ما نازحين عفش ما عفش، واثناء اللجنه جا سووا كشف عليها، بالاخير طلعوا موبايل مخفي فسجلوا عليه دعوه راح يجيبونه يمنا على المركز. العشرات من الشاحنات ادخلت مواد تم العثور تحت تلك المواد على كميات كبيره من الادويه. صاحب مال قال لا يمكن اني خافي بعض الاشياء بداخل الشاحنه، انا راسا بلغت السلطه الجمركيه والنيابه عندنا احنا، وبالتالي خلصت البضاعه من المسائله القانونيه وخلصت صاحب المال، وبالتالي صار تعاون ما بيننا كوكلاء اخراج بين السلطه الجمركيه وبين المفارز الخاصه التابعه الى مجلس الوزراء. كان الوضع شويه يعني بارباك بالعمل، حاليا اللجان كثرت، كان اكو اللجان قليله، الجمرك المدني كانت اللجان مالته مو هوايه، هسه حاليا اللجان مالته هوايه. عمليه الكشف قامت تتخلص بصوره صحيحه، اليوم ما حد كلش كافع على الكشف. من 2/1/2017 لغايه ذاك الاسبوع المنصرم، طلعت عندنا 6700 تصريحه جمركيه احنا ناجيين مشتغلين هنا.